السلام عليكم حبوباتي، السلام عليكم البنات. نتمنى تكونوا كلكم بخير بصحة وعافية، وأخيرا عدت إليكم بموضوع اجتماعي الشهري. كما تعرفوا تندير موضوع اجتماعي كل شهر، وهنو بختار باش ندير لكم على الزوج الأجنبي. هو من أكثر المواضيع المطلوبة بكثرة على القناة. ما كانش نتصور بأن موضوع الزوج الأجنبي أو الزواج بالأجانب او موضوع الزواج المختلط غادي يهم هذا الكم الهائل من البنات. توصلت برسائل خاصه سواء على اليوتيوب، على الانستغرام، على الفيسبوك، بزاف نتاع الاستفسارات، بزاف نتاع الاسئله، بزاف نتاع المخاوف. وقررت باش يكون الموضوع الاجتماعي ديال هذا الشهر هذا الزواج المختلط، وان شاء الله غادي نتكلم عليه بطريقه او بصفه عامه. علاش المغربيات خصوصا في هاد العشرين سنه الاخرى تيفضلوا الزواج باجنبي؟ ما الفرق بين الزوج الاجنبي والزوج المغاربي؟ تونسي، جزائري، المغربي، ودونك جميع الدول المغاربيه. وما هي المشاكل اللي يمكن لك تلقيها الى تزوجتي باجنبي؟ كاي زواج كاين فيه السلبيات نتاعو وكاين فيه الايجابيات نتاعو. نتمنى الفيديو نتاع اليوم ينال اعجابكم، ونتمنى نجاوب على بعض الاسئله اللي نتوما طرحتوهم ليا سواء في الخاص، سواء على اليوتيوب، سواء على الانستغرام. ما تنسوا تابعوا السومة على اليوتيوب والانستغرام، غادي نخلي لكم الروابط نتاعهم لتحت في صندوق الوصف. دابا غادي نبداو بركه الله. ولكن قبل ان ابدا في الشروع عن التكلم على هذا الموضوع هذا بصفه عامه، بغيت نقول لكم بان الزواج هو قسم ونصيب، والزواج قرار واختيار. متناقضين هاد الجوج، قرار واختيار بحين انتيا اللي تختاري اش من زوج بغيتي تكملي مع حياتك، واش اجنبي ولا مغربي، اش من زوج بغيتي ديري معاه وليداتك، واش اجنبي ولا مغربي، عندك الاسباب ديالك. ولكن كل شيء عاوتاني تيبقى قسمه ونصيب. الا ماشي الله مكتب لك ديجا هذاك الشخص تزوجي به، ما غاديش يكون مكتب خط العيفين، ما غاديش يكتب لك، غادي يكتب لك هذاك المغربي اللي الله ديجا مكتبو لك. الله هو المتحكم في جميع الامور. انا اشاء وانت تشاء والله يفعل ما يشاء. كما تنقولوا بالمغربية، كل شيء بالمكتب. والسؤال المطروح، لماذا المغربيات يفضلن مؤخرا الزوج الأجنبي أو الزواج بأجنبي، ولماذا الأجانب يفضلن الزوجة المغربية؟ هذه الأسئلة هذو غادي نحاول نجاوب عليهم من خلال تجربتي الخاصة، من خلال المحيط اللي تنعيش فيه، من خلال القصص اللي سمعتهم منكم، من خلال حكايات، ومن خلال بزاف أنت الأشياء. دونك غادي نجاوب عليهم من منظوري الخاص، وانتوما لكم كامل الحق تجاوب على هذه الاسئله هذه لتحت في التعليقات. ولكن تنرجو منكم عافاكم الى بغيتو تجاوبوا على هذه الاسئله هذه او بغيتو تحطوا تعليقات، تحترموا الاراء نتاع بعضياتكم باش يكون موضوع في المستوى وموضوع راقي وموضوع للاستفاده. كجميع المواضيع الاجتماعيه هناك الراي والراي الاخر، دونك تتلقى راي وتتلقى ضده. دونك غير خليو جميع الاراء، وكل وحده تحترم فريمون، يكون عندنا واحد اسلوب راقي للمناقشه حتى في التعليقات، ما يكونش هناك سب. لحقاش بعض المرات تيكون هناك سب وتيكون هناك شتم بيناتكم، وهذا الشيء انايا ما تيخلينيش باقي ندير انايا مواضيع الاجتماعيه. دونك نتمنى من كل قلبي هذا الموضوع الاجتماعي يكون راقي ويستفد منه عدد كبير 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 من الفتيات. هادشي اللي غادي نقول لكم انايا اليوم في هذا الموضوع هذا، يمكن غادي تستافدوا منه، ولكن نتوما تعليقاتكم تستافد منهم كثار بزاف. لحقاش هذا الموضوع هذا هو موضوع مهم جدا جدا جدا، وظاهره ما حد الوقت تزيد وما حد هذه الظاهره هذه نقولها انايا الظاهره. المهم ما حد الزواج الاجنبي تيكتار بزاف بزاف بزاف، دونك بزاف عندهم اسئله وبزاف عندهم استفسارات وبزاف ما عارفين اش يديروا في هذا الموضوع هذا.
بالنسبة للسؤال الأول، لماذا المغربية تفضلنا الزواج بأجنبي أو الزوج الأجنبي؟ دونك غادي نحاول نجاوب عليهم كما تنقول أنا وكما قلت لكم من منظوري الخاص. هناك أسباب عدة ومتعددة، وكل واحدة عندها الأسباب ديالها. كاين السبب وكاين هذاك اللي تتولد بيناتهم اللي تنسميه الحب. دونك تيكون الحب وتيكون أسباب أخرى. دونك علاش بغا مقبل كاع أنت ما تعرفيش هذاك الإنسان، تتكون عندك رغبة باش الزوج نتاعك ما يكونش مغربي. دونك تيكون عندك أسباب. بالنسبة للسبب الأول والسبب اللي هو متفشي جدا، وهو المرأة المغربية تتقلب على شي واحد اللي يقدرها، شي واحد اللي يحترمها، شي واحد اللي يدير بكلمتها، شي واحد اللي ما يعطيهاش الأوامر يعني يخوض ويدي معها، وشي واحد اللي يكون بعيد على عائلته. بعيد على عائلته كما احنا تنعرفوا بأن الزوج المغربي هو مرتبط 50% بعائلته، بالمو باب خوتو. تلقاي كاع هو تيخدم 50% من الصدير نتاعو تصرف على الزوجة نتاعو والأبناء نتاعو، و 50% تصرفها العائلة ديالو أو تصرف على العائلة نتاعو، أو يمكن تكونوا كاع عايشين مع العائلة ديالو. دونك تصرف على عائلة كاملة. دونك كاينين بزاف من خلال تجربتهم، كانت تكون مها ولا خالتها ولا صاحبتها، دازوا من هاد المشاكل محمتها. دونك هي تتقلب على واحد الزوج اللي يكون عاطي باتساع لمو، يعني عاطي باتساع يعني تيشوفها مرة في الشهر، ولكن يعني ما تصيفط ليهاش شهرية. يعني كاين بزاف هاد المسائل هادو اللي تيداولو بزاف. تنسمعو مثلا قصص مثلا في الراديو، دبس مع راجلي لحقاش انا خدامة وهو خدام، و تيخوض الصالير نتاعنا، تيصيفط منو نص لمو ولا نص لخوتو، انا ياما بيت نبني الدار وبيت ندير الطونوبيل وما عرفتش كيفاش غادي ندير معاه. دونك هاد المشاكل هادشي كله يمكن يخليك تفكري تزوجي بزوج الأجنبي، ولكن الزوج الأجنبي من أصل أوروبي، يعني ماشي الزوج الأجنبي من أصل عربي. لحقاش من أصل عربي حتى هما عندهم هاد المسألة هادي، ممكنليش أنا نسميها مشكل. لحقاش هادشي في تقاليدنا وتقاليدنا العريقة بأن الراجل تيعاون مو تيعاون خوتو، واللي ما عندوش خير في مو ما عندوش خير في خوتو راه ما عنده خير في التحد. أنا ممكن غادي نسميها هاد المسألة هادي. بالنسبة للسبب رقم الاثنان اللي على الرومانسية، الرومانسية اللي تشوفها في الأفلام والمسلسلات، واللي تتقلب باش تعيش في مستوى اجتماعي أرقى وفي مستوى اجتماعي أحسن، واللي تتقلب باقي كاع هي ما دارت الوليدات، ولكن تتقلب على حياة أفضل لوليداتها، وتتشوف هادشي كلشي في الزواج بالزوج الأجنبي سواء من أصل أوروبي أو أصل عربي. بخصوص الرومانسية قلت لكم شحال من نوبة، ما خاصكمش تخلطوا بين الواقع وبين المسلسلات والأفلام. المسلسلات والأفلام شيء والواقع شيء آخر. هي فعلا الزوج الأجنبي من أصل أوروبي هو الزوج من طبيعته رومانسي، يعني تيدير معك بعض الأشياء الرومانسية اللي يمكن تشوفيها في أفلام ومسلسلات. تيكون رومانسي قبل الزواج ورومانسي بعد الزواج، ولكن الرومانسية نتاعتو بعد الزواج بشوية بشوية وغادي تنقص. هادشي على حساب كل شخص، على حساب طبيعته، على حساب سنه، على حساب كيفاش هو عايش وكيفاش هو تيشوف الامور. يعني ماشي كلشي الناس، ماشي كلشي الاجانب من اصل اوروبي رومانسيين. دونك الا هو كان اصله عربي عاوتاني هادشي تيختلف من بلد الى بلد. يعني الزوج السوري ماشي هو الزوج السعودي، ماشي هو الزوج المصري، ماشي هو الزوج العراقي. يعني سبحان الله العظيم كل واحد وطبيعته، كل واحد كيفاش تيكون. الزوج المغربي على حساب ما تنسمع في المحيط ديالي، على حساب القصص ديالكم، على حساب داكشي اللي تنشوف، بان الزوج المغربي تيكون رومانسي جدا 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 قبل الزواج، حيت تزوجي به تيتبدل 90%. دونك هما ماشي كلهم تيتبدلوا، كاين البعض منهم تيتبدلوا، ولكن تيتبدلوا في خطره. هذا هو المشكل واللي انا يا ما قدرتش نفهم. وهذا السؤال هذا جاوني مشي 3 ولا 4
في الفيسبوك، وانا ما قدرتش نجاوب على هذا السؤال. الا نتوما قدرتوا تجاوبوا على هذا السؤال هذا، كتبوا لنا هذا الشيء في التعليقات. كاين اللي تتزوج بالاجنبي باش يحقق ليها الاحلام ديالها، باش يشريها في العالم، باش يشري ليها الفيلا، طوموبيل، باش يشري ليها المجوهرات، ملابس نتاع لي ماغ، وهذا حقها، كل وحده وعلى حساب الاختيار ديالها. دونك انا اللي بغيت نقول لكم بان ماشي الاجانب كلهم لاباس عليهم، وماشي الاجانب كلهم عندهم الفيلا وعندهم طوموبيل وعندهم 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 وعندهم. اغلبيه نتاع الاجانب هما ناس مكافحين، تنوضوا مع الصباح، تمشيو للخدمه، فريمون تيكافحوا، يرجعوا في الليل، وهادشي السيمانه كلها، وعندهم غير نص العشيه نتاع السبت ونص ونهار ونهار الحد ونهار الاثنين، عاوتاني غادي يبداو الخدمه، وهكاك 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 وهكاك. علاش؟ باش يخلصوا لي فاكشيو، باش يخلصوا الضرائب، باش يخلصوا الكريدي اللي عندهم، كريدي نتاع الدار، كريدي نتاع الطوموبيل، كريدي نتاع هادي، كريدي نتاع هادي. دونك هكا هما عايشين الاجانب، ولا بقات لهم شي حاجه في الشهر راه تيمشي تيدو بمرطو تيفجها. يعني هما ما عندهمش هذيك العقليه نخبي دوير السمان، نخبي مثلا الا تزوجتي بمغربي غادي تكون عندك العقليه نتاع نخبي باش نمشي نبني في بلادي، سكي نورمال، شي حاجه اللي هي عاديه باش يدير مستقبله في بلادو. الاجنبي هو بيهز ديك المراه بيدورها بيفرح بها بيسالي بها. المغربي راه يدورها، ولكن هو تيفكر عاوتاني المغرب، تيفكر عاوتاني عائلته، تيفكر عاوتاني بان راه كاينه مو تتسناه، كاين باه، كاين خوتو، وكلشي بغى شويه 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 شويه، يعني غادي يفرق شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه. دونك باش نقول لكم يعني ماشي جميع الاجانب لاباس عليهم وعندهم الفلوس. بزاف نتاع الاجانب راه تيخدموا غير باش يخلصوا هادي وهادي وهادي وهادي. والسبب اللي خلى المغربيات يتزوجوا بالاجانب، هذا من بين الاسباب اللي بالنسبه لي قويه بزاف. السبب هما الرجال بنفسهم المغاربه، حيت تلقى بعض من الرجال المغاربه، البعض لا اعمم، بعض الرجال المغاربه تيستغلوا عواطف النساء، تستغلوهم وتستغلوهم غادي تستغلوهم. بالنسبه لي الرجل المغربي او تصنيف الزواج في المغرب او الزوج المغربي، انا اصنفه الى ثلاثه جروبات. الجروب الاول هو الزوج الذي يقلب على امراه صغيره وزوينه ولبس عليها وعندها الفلوس ولا عندها الدار مزيان وخدامه وتفرق معاه المنظر، هذا الجروب الاول. الجروب الثاني بغى امراه زوينه وصغيره وقضيه تحت الخدمه ما كايناش، واخا تكون عندها لا ليسونس ودارت دراسات العليا، ما بغاهاش تخدم، بغى امراه تقبل ليه ولادو واللي قالها هي اللي تكون وهو الامر والناهي في المنزل. وتيبقى الجروب الثالث، الجروب الثالث تيكون ديما مرتبط، الا لقيتي فريمون واحد الرجل مغربي اللي فيه جميع المواصفات اللي انتي بغيتي تلقاه مرتبط، اما خاطب او مزوج او مع شي بنت الناس او ما بغاش يتزوج، بغى يعيش معاك غير هكا. تيقول لك انا ما بغيتش نتزوج، انا بغيت نعيش معاك غير هكا، بغيتي تعيشي معايا تبارك الله، ما بغيتيش تعيشي معايا، انا باقي بغيت نعيش حياتي، في جميع المواصفات اللي انت تبغي. هذا الشيء باش نقول لكم بان راه ماشي الرجل المغربي بصفه عامه هو رجل اللي هو اش غادي نقول لكم متشدد وراجل تيبغي المصلحه. كاينين الرجال ولكن ديما تقريبا تتلقيهم مرتبطين. اكدوا لي ولا ما تاكدوا لياش هذه المقوله، باش المقوله فريمون انا هكا تنشوف الامور. اكدوا لي هذا الشيء لتحت في التعليقات. ونمر الى السؤال الموالي، لماذا الاجانب مؤخرا يفضلن الزواج بمغربيات؟ بيني بينكم فين غادي يلقاو حسن من مغربيه؟ المغربيات صبارات، حادقات، متواضعات، دي مغربيات دير ما دير في كتافك. المغربيات حرات والمغربيات وفيات، المغربيات يربوا ولادهم
ويوقفوا مع رجالاتهم في السراء والضراء. غادي تقول لي كاينين بعض المغربيات اللي ماشي اللي ما فيهمش هذه المواصفات مغربيات، غادي نقول لكم بان جميع بلدان العالم غادي تلقى ناس اللي هما زوينين وناس اللي هما خايبين، ولكن الناس الزينين كثارين بزاف، غادي تلقى غير 1% من الناس اللي هما خايبين. عرفت بانه راه كاينين مغربيات انتهازيات ومغربيات يقلبوا على الفلوس ومغربيات يلعبوا على الرجال ومغربيات ومغربيات ومغربيات، لكن انا في المحيط اللي عشت فيه ما عرفتش المغربيات العفيفات الحرات، الناس اللي تيخدموا على ولادهم، الناس اللي ما تيخليوش رجالاتهم، الناس اللي ما تابعينش غير الفلوس، الناس اللي فريمون تيكونوا معاك في السراء والضراء. المحيط ديالي خلاني نبغي المراه المغربيه ونشرف بكوني امراه مغربيه، وكل اجنبي خاصو يتشرف بانه زوج لامراه مغربيه عربيه. مغربيه هي شخصيه عظيمه وشرف لكل اجنبي باش يتزوج بها. بالنسبه للمشاكل اللي يمكن لك تلقاي الا تزوجتي مثلا باجنبي، من ابرز المشاكل هما اختلاف التقاليد والاعراف والعادات والطقوس. دونك فريمون خاصك تاكدي من الاول بان هذا الشخص هذا تيبغيك وتيبغيك فريمون بعمق، لحقاش انت غادي ديري تضحيات وهو خاصو يدير التضحيات، ولا ما كانش الحب بيناتكم ما يمكن لكمش ديروا هاد التضحيات، والتضحيات نتاعكم بجوج هما اللي غادي يلاقيكم في واحد النقطه، وهاد النقطه هي بدايه حياه زوجيه سعيده. يشوي ليا شوي ليك، حيد مني يحيد منه، باش فريمون تلقاو واحد الجو مناسب للعيش وتقدروا تكبروا وليداتكم بلا ما يكون هناك شجار. والسبب الثاني او المشكل الثاني اللي يمكن لكم تلقاوه هو فراق الاهل والاحباب، الوالده، خلي المغرب. دونك هادو هما المشاكل اللي انايا تنشوف يقدروا يكونوا في الزواج بالاجنبي واختلاف التقاليد والاعراف، وتخلي البلاد نتاعك وتخلي العائله نتاعك. من غير هاد المشاكل هادو وما لقيت انا شخصيا شي مشكل، فريمون شي مشكل ما لقيتوش. هذيك المشكله نتاع التقاليد والاعراف في السنوات الاولى كان اصطدام، فريمون كان واحد شويه نتاع اصطدام، حيت تيكونوا تقاليد واعراف ما تعرفيهمش على البلد الاخر اللي انتي مقيمه فيه، او هو ما تيعرفش انتي يجي معاك تقاليد واعراف نتاعك، دونك تيكون اصطدام. ولكن حيت تيكون هناك واحد الموده، واحد الرحمه بيناتكم، تيكون هناك حب، تيكون هناك واحد الالتزام، دونك لابد غادي تلاقاو في هذيك النقطه كما قلت لكم، هي النقطه نتاع بدايه حياه زوجيه سعيده، وديك الساعه ديروا ليليدات. الحاجه اللي انا بغيت نصحها انا لكل بنت، حاولوا ما ديروش الولاد ديك الساعه، عيشوا مع الشخص مثلا تزوجوا به، قعدوا معاه شي عام شي عامين، شوفوا بعدا الشخص كي داير الطبيعه نتاعته، عاد ديك الساعه يكون الولاد. حتى ديك الساعه الا كانوا مشاكل ما تخرجيش من هذا الزواج هذا بالوليدات وتكرفسي معهم. هذه هي النصيحه اللي انايا يمكن لي كنعطيكم، يمكن لي فريمون نعطيها لكل بنت تشوفني في هذا الفيديو هذا، يعني شويه تاني في الولاد، خذوا وقتكم، عاد يمكن لكم نتوما ديروا من بعد الولاد نتاعكم، باش ما تطيحوش في مشاكل ويطيح فيها حتى الولاد نتاعكم. انا والحمد لله الله دار في طريقي ولد الناس، ولكن هذا لا يعني بان جميع الاجانب اولاد الناس. الناس البنات نقولها وتنوكل عليها حجر وطوب، كما يمكن لك تلقاي شخص مغربي ولد الناس، يمكن لك تلقاي شخص اجنبي تكرفس عليك، او تلقاي شخص اجنبي ولد الناس، يمكن لك تلقاي شخص مغربي يتكرفس عليك. والزواج ماشي لعبه، الزواج ماشي غير فلوس وهميزات وديور وزيد وزيد وماديات. الا تتزوجتي على هاد الاسباب ما عمرك تكوني سعيده، كوني متاكده منها. الزواج هو مؤسسه بين طرفين، مؤسسه ساميه أساسها الحب، المودة، الرحمة، الالتزام، أساسها الاحترام. إذا كان اختيارك تزوجي بمغربي أو أجنبي، ديري معه النية وتكون نيتك صادقة، ولكن كوني فايقة وعلى بال بأن يمكن يغدرك في أيتها لحظة. ما تعطيش كل شيء، حيت اللي تعطي كل شيء دغيا كل شيء تيمشي ليه دغيا.
نتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم. مرحبا بجميع الاقتراحات نتاعكم، اقتراحات لمواضيع اجتماعيه بغيت تشوفوهم على القناه، كتبوا لي هذا الشيء في التعليقات. وما تنسوا الى عجبكم هذا الفيديو هذا يلاه وصلوا عدد كبير من اللايكات، تابعوا سوما على الفيسبوك والانستغرام، غنخليكم الروابط نتاعهم لتحت في صندوق الوصف. نتمنى لكم امسيه طيبه، الى اللقاء.